الأصل الثاني والثلاثون بعد المئة، المتوكل عليه ألا ينظر وألا يسمع إلى حال وكلام المرجفين المثبطين، ما دام أنه توكل على الله فلا يثنيه ما يقوله المرجفون، بل يزداد ثقة وإيمانا وتوكلا على الله. لما قال أبو سفيان لذلك الرجل بعد غزوة أحد: اذهب إلى محمد وقل له إني جمعت الجموع من أجل أن يخوفه، وأصيب ما أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصيب ما أصيب الصحابة رضي الله عنهم من القرح والشدائد بعدما وقع في غزوة أحد، فأتى ذلكم الرجل يخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهول ويعظم من أمر أبي سفيان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. انظر، قال أيضا هذا المرسل من قبل أبي سفيان: فاخشوهم. ما الذي جرى؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.